مساء الخير، كيفكم؟ معكم لي حماتي. بفيديو اليوم راح نجاوب اكثر سؤال بنطرح، واهم سؤال لازم ينطرح تعرفه قبل ما تدخل مجال التصوير او اي مجال فني، من وين ابلش؟ في نقطة مهمة جدا لازم نوعى عليها وبعدين بنكمل الفيديو. الكاميرا هي اداة، مش الفن التصوير بحد ذاته. الكاميرا او الفرشاي او برنامج الفوتوشوب، هاي كلها ادوات انت بتستخدمها مشان تطلع بالفن تاعك، ان كنت مصمم ان كنت مصور، هاي كلها ادوات. مثال بسيط جدا، بدك تصير رسام مثلا، ما راح تروح تشتري فرشاي وتفتح ليو ارتست بيج باسمك. نفس الاشي، ما بينفع تشتري كاميرا وتصير ليو حماتي فوتوغراف. الموضوع مش هيك، ما بدي احكي بمجالي تصوير او التصميم، بحر واسع زيه زي اي مجال فني ثاني. وعين على هاي النقطه. اوكي ليو، فهمنا انه مش الكاميرا هي اول اشي نبلش فيه. ايش بدنا نبلش؟ في 10 خطوات او 10 درجات بدك تطلعهم درجه درجه، وانا بضمن لك انه 100% بس تطلع هاي العشر درجات راح تكمل بطريقك وراح توصل لمستوى جدا ممتاز في التصوير. ممكن نحكي انت في تليفون بجيبتك، والتليفون هو جهاز بيسجل الصورة فهو يعتبر كاميرا، فانت هي هيك جاهز، انت معك كاميرا تليفونك تبلش تتدرب عليه. وهذا اهم اشي تبلش تفهم، بدك تتدرب على كاميرا تليفونك. بعدين اخر اشي راح نجيب كاميرا احترافية. اول اشي بنصحك فيه وانت بتصور بتليفونك، تتدرب على التصوير بالابيض والاسود. ليش بالابيض والاسود يا ليو؟ لانه وقت راح تبلش تفهم درجة الاضاءة واهمية الاضاءة بالصورة، لانه اول اخر الضوء هو اللي مكون للصورة. في اوبشنز تقدر تفتح التليفون تحط فلاتر انه ابيض واسود وتبلش تصور. جرب، راح يختلف شوي منظوره عن رؤيتك للصورة العادية اللي انت متعود عليها. اول خطوة تصور بالابيض والاسود على التليفون. ثاني خطوة كومبوزيشن، اللي هو انت كيف تاخذ هاي الصورة، ايش يكون فيها، ايش من وين بدك تعملها كروب، او ايش اللي يكون جوا الفريم. الكومبوزيشن كمان لحاله عالم ممكن تدرسه وبتطبق فيه التصميم والرسم كل شيء. من ابسط الاشياء اللي تبلش تطبقها في الكومبوزيشن مثلا رول اوف ثيرد، اقع عنها جرب طبقها. هي بتحكي لك بكل بساطة انه ما تصور كل شيء كله سيمتريكال بالنص يكون، جرب صوره على الجنب، يعني يا على الثلث الشمال او على الثلث اليمين. جرب هاي القاعدة. طبعا في قواعد كثير، اقرأ عنهم وجرب. تمام، فيخلصنا ثاني اشي تبلش فيه ولسه ما وصلنا للكاميرا. ثالث اشي لايت، الضوء نفسه. لما تصور على ضوء الشمس غير لما تصور على ضوء لمبه. احنا لحد هسه لساتنا بنصور ابيض واسود، انتبهوا لسه ما دخلنا على الالوان. الضوء هو الاساس، فتبلش تعلم كيف تستخدم الضوء، كيف بدك تصور على ضوء الشمس. بيفرق كثير ضوء الشمس عن ضوء اللمبه، عن ضوء السوفت بوكس، عن ضوء البيت. فبدك تدرس الضوء، بدك تجرب تشوف، بدك تعرف كل واحد وتاثيره شو بيعمل. الشمس ممكن تضوي كل شيء، كل شيء ضوء ممتاز، بس انا لا، بدي خلفيه سوداء سك وما يبين فيها شيء، والموديل اضوي. جرب. هاي النتيجه مش بالكاميرا، انت هون ما راح تتحكم بالكاميرا، انت هون راح تتحكم بالإضاءة. فهذا إشي لسه أهم من قبل ما إنك تشتري الكاميرا. نرجع نحكي، الصورة الأساس هي عبارة عن ضوء تم تسجيله، فهذا هو اللي أنت اللي بدك تبلش فيه. كيف منسجل هذا الضوء؟ عن طريق أداة اسمها الكاميرا. الكاميرا آخر إشي منوصل لها. فخلصنا بلاك أند وايت، الكومبوزيشن، اللايت، ورابع إشي تعرف مجالات التصوير. اعرف بشكل عام إيش هي مجالات التصوير. يعني مثلا في عندك تصوير البورتريه، تصوير الأشخاص، عندك تصوير اللاندسكيب، السيتي سكيب، عندك تصوير الماكرو، تصوير الأشياء الدقيقة، تصوير الأكل، هذا أحب تصوير عندي، تصوير المنتجات، التصوير الصحفي، الصرخ الصحفي، التصوير الرياضه، الاكشن، تصوير الاعراس. شوف هاي المجالات وشوف اكثر مجال بجذبك له. انت والله انا حبيت اللاندسكيب، بحب الطبيعه، بحب الترحال وبحب اصور، فانت اعرف اي مجال بالتصوير بدك. هاي رابع درجه وصلنا لها. شو خامس درجه؟ تابع مصورين بهذا المجال اللي انت حبيت. اذا انت حبيت تصوير اكل، تابع مصورين بيصوروا اكل، تغذى بصريا. احنا زي ما بنحتاج ناكل كل يوم، كمان كفنانين بنحب ناكل ونغذي عيوننا، نغذي عقلنا. شوف صور، شوف كيف صوروا، شوف شغلهم. سادس خطوة تبلش تقلد شغلهم، وهذا اشي عادي جدا. تشوف والله هاي الصورة عجبتني، بدي احاول اعمل مثلها. بس لا تنزل الصورة وتقول انه تصويرك، اكتب انه انا الهمت عن طريق هذا المصور اعمل مثل هاي الصورة، او انا بقلد هذا المصور. اعمل له كريدت حقه هذا الاشي، مشان ما حد يجيك بالكومنتات يقول لك انت مقلد هذا المصور، مش حلو بحقك. هاي هيك خلصنا ست درجات. سابع درجة، انت تختار طريقين، تصور عند الشباك اللي هي الاضاءة الطبيعية للشمس، هاي واحد. الثاني انت تشتري لمبة، لمبة عادي تركبها على ستاند وتبلش تتدرب عليها. لمبة او اشي ابيض مشان تتدرب على اللون الابيض. احنا لساتنا ابيض واسود بنصور. اذا اتقنته هنا بنبلش ندخل على الالوان. اذا بلشت تفهم وتقرا الضوء صح، هنا بتقدر تدخل على الالوان وتتحكم فيها. تاسع خطوه اللي هي قبل الاخيره، بلش اقرا عن الكاميرا، كيف تشتغل الكاميرا، ايش في عندي اكسسوارز ممكن اشتريها مع الكاميرا. راح تبلش بقطعه بس راح تظل تشتري وتظل تشتري وتطور من حالك. تحتاج ترايبود، ستاند تثبت عليه الكاميرا لو بدك تصور فيديو مثلا، تحتاج اضاءه سوفت بوكس ريفليكتر، بدك تحتاج اضاءه ثانيه، بدك ستاند
معدات تحمل هاي الإضاءة، بدك مايكروفون، بدك تعمل فيديو أقول لك مش فوتو، فبدك تبلش تقرأ وتشوف أنت شو محتاج خصوصا في مجالك. إذا حبيت اللاندسكيب هاي أنت وفرت حالك نص الطريق، معناته أنت محتاج عدسة وايد وترايبود. إذا أنت بتصور أكل بدك عدسة ماكرو مثلا مع إضاءة مع ترايبود مع كاميرا مع ريموت. لسه ما اشترينا إشي، إحنا قاعدين نقرأ. زيد المعلومات اللي عندك. تقريبا قبل ما اشتري عدتي قعدت ما يقارب السنة على تليفوني نوكيا لومي 1020، بعدين اشتريت كل عدتي مرة واحدة ولحد هسه هي معي ولا غيرتها، لأنه كل إشي نقيته أنا عارف إنه أنا بدي إياه 100%. فلما تقرأ على الكاميرا شوف شو يعني فول فريم كروب فريم، إيش المموريات اللي بتركب عليها، العدسة اللي بدك إياها، بدك إياها غالية ولا رخيصة، إيش ميزانيتك، بدك تبلش تحسب. أقل كاميرا فول فريم راح تقرأ عن الفول فريم كروب فريم 1000 دينار، فأنت محتاج الفول فريم ولا لا، فهذا أوبشن بدك تحطه في بالك. بدك تحسب وتجيب إكسل شيت وتكتب كانون 6D حقها 1000 دينار، 5D مثلا على وقتها 2000 دينار، فهل أنا محتاج الـ 5D؟ لا أنا مش محتاجه، ممكن أجيب بدل 5D عدسة. حلو، وهكذا اقرأ شوفي أكسسوريز. كل يوم بنزل اختراع جديد للتصوير، مايك، لايت ميتر، كلار باسبورت، هاي الأشياء راح تحتاجها ولا لا. عاشر درجة واللي هي تقريبا الأخيرة، اشتري كاميرتك وبلش افرح فيها، ووقتها بتقدر تفتح ليو حماتي فوتوغرافي أو بيج إلك، وبكل فخر راح تقدر تتمكن من الكاميرا وكل الأوبشنز اللي فيها لأنك دارسهم. هذا هو أهم إشي. آخر مش درجة، هاي درجة لا نهائية يعني ما بتخلص، كل يوم لازم تتدرب. إذا وقفت تدريب حينقتل هذا الإبداع عندك، كل الدرجات اللي طلعتها راح توقع في الآخر. هذا أي إشي في الحياة بحتاج سكيل، بحتاج مهارة، بده تدريب يومي. استنوني بالفيديوهات الجاية، راح يكون في فيديوهات إن شاء الله كيف تحول هاي الدرجات الهواية وتنتقل للإشي اللي بعده اللي هو كيف تبلشها كبزنس. ودائما تذكروا كل شخص فينا مبدع لكن بطريقته الخاصة. يعطيكم العافية ونشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.